بعد أن أزهق الغزو الأمريكي لأفغانستان آلاف الأرواح وإنفاق أكثر من تريليوني دولار في الحرب على حركة طالبان التي صنفتها كحركة إرهابية، انسحبت أمريكا عام 2021 بعد أكثر من 20 عاماً لتعود طالبان وتسيطر على البلاد. وعلى وقع أقدام الجنود الأمريكيين المغادرين، وضعت الصين قدمها لتسد الفراغ. كيف؟ بعد انسحابها جمدت أمريكا حوالي 7 مليارات دولار من احتياطيات العملة الأجنبية الأفغانية، وعارضت دول غربية الاعتراف بطالبان أو التعاون معها بأي صفة، وأفغانستان تحتاج المال والاستثمارات لإعادة الإعمار. هنا اقتربت الصين، وربما تبدو فكرة قيام جماعة إسلامية مثل طالبان بالتحالف مع دولة شيوعية مثل الصين غريبة، ولكنها المصالح. فمن جهة تكسر طالبان عزلتها، ومن جهة توفر للصين شريكاً في مبادرة الحزام والطريق، وهو مشروع طرق برية وبحرية يسعى لوصل الصين بأوروبا عبر آسيا. ليس هذا فقط، فالصين قدمت أيضاً نحو 7 ملايين دولار مساعدات إنسانية طارئة لأفغانستان بعد الزلزال الذي أصابها في يونيو 2022، كما أن الرحلات الجوية بين البلدين لم تتوقف، وبمعدل ما بين 20 إلى 30 يومياً من أفغانستان كانت تسير منذ العام 2019، ولكنها في عام 2023 اتخذت الصين قراراً بتسيير رحلات تجارية دايركت، أي دون توقف من مطار كابول. وعن هذا قال نائب وزير المواصلات والطيران المدني الأفغاني غلام وفا أنه سيؤدي لازدهار التجارة بين البلدين. وصحيح أنه كان يوجد سفراء لعدة دول في أفغانستان قبل رجوع طالبان للحكم، إلا أن الصين كانت أول دولة تعين سفيراً جديداً لها تحت سيطرة الحركة، وأقيمت لاستقباله في سبتمبر 2023 مراسم خاصة في القصر الرئاسي. وهذه الصور الاستقبال الدافئ لقبول أوراق اعتماد السفير التي تلقاها الملا محمد حسن آخ ويند القائم بأعمال رئيس الوزراء. وأخيراً نأتي لأهم ما في هذا التقارب، وهو النهضة في الوظائف والدخل والمشاريع التي تتوقعها أفغانستان من استثمارات الصين. فعين الصين موجهة للاستثمارات بالمليارات من استخراج النحاس والذهب والتنقيب عن النفط في موقع قشقاري، وتخيلوا أنها تتوقع جني ثروة تقدر بتريليون دولار من الليثيوم في أفغانستان، أي نصف ما أنفقته أمريكا على الحرب، ومن مشروع واحد فقط. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.